بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في لقائنا رقم 14 من سلسلة مفاهيم رياضيات أساسية للمرحلة الابتدائية. وفي لقائنا ده هننتقل من الأعداد الصحيحة إلى الأعداد العشرية. هنبدأ بمفهومنا رقم 14 بعنوان القيمة المكانية وقيمة الرقم. طبعا فين؟ في الأعداد العشرية وليس في الأعداد الصحيحة. ليه أنا بقول أعداد عشرية؟ لأن العدد العشري هو عدد بيتكون من عدد صحيح وكسر عشري، الفاصل بينهم هو العلامة العشرية اللي هي النقطة اللي بتتحط دي، مش الفاصلة اللي من تحت دي. الفاصلة اللي من تحت بتاعت المجموعات الوحدات والآلاف والملايين وهكذا. إذن أنا عندي هنا عدد عشري، العدد العشري بيتكون من عدد صحيح زي ما احنا شايفين قدامنا احاد وعشرات، ده كان اخر حاجة عندنا، اصغر حاجة عندنا في الاعداد الصحيحة اللي هو الاحاد. بتيجي اصغر منه بقى يدخل العلامة العشرية والخانة دي والخانة دي والخانة دي، بنسمي الخانات دول اللي هي القيم المكانية بتاعتها. تعال نشوف القيم المكانية للعدد العشري بتاعنا لما نتعامل معاه. بناخد العلامة العشرية ونتكلم على العدد الصحيح اللي هنا احاد ثم عشرات وممكن مئات والاف وهكذا واحنا ماشيين. اما الجزء العشري بقى للكسور العشرية، لان انا قلت ان العدد العشري بيتكون من عدد صحيح وكسر عشري، اذا لما يجيني الجزء ده بس وهنا في صفر ده يبقى اسمه كسر عشري، لكن لما يجيني هنا عدد صحيح وهنا اعداد تانية موجودة، ارقام يعني تانية موجودة، يبقى على طول ده اسمه ايه؟ عدد عشري. اذا العدد العشري اكبر من الكسر العشري لانه بيتكون من العدد الصحيح والكسر العشري. الخانة دي خانة احاد وعشرات، وبعدين العلامة العشرية دي خانة الجزء من عشرة، ودي خانة الجزء من مائة، ودي خانة الجزء من الف، وهكذا بقى خانة الجزء من عشر تلاف، واحنا ماشيين للاصغر في الجهة دي. اذا ده القيمة المكانية. مكان الخمسة فين؟ في الجزء من مية. مكان السبعة فين؟ في الجزء من الف. مكان الواحد فين؟ في الجزء من عشرة. طب ما قيمة الخمسة والسبعة والواحد والتلاتة والستة بتبقى قيمة الرقم زي ما تعلمنا قبل كده في الاعداد الصحيحة. تعال نشوف قيم الارقام بتاعتنا ايه. قيمة الرقم ده، الرقم ده في الاحاد يبقى بتلاتة، الرقم ده ستة في العشرات هيبقى بستين، مش كده ولا ما انتش معايا؟ طب تعال بقى للجزء من عشرة، الواحد في الجزء من عشرة هنسميه واحد من عشرة. ما بكتبش واحد من عشرة علامة واحد على طول، الافضل ان انا احط في العدد الصحيح صفر، فبتكتب واحد من عشرة بالشكل ده. دي خانة تانية اللي هي خانة الجزء من مية، وبالتالي هقول خمسة من عشرة من مية، خمسة من مية. طب وهنا خانة الجزء من الف هتبقى سبعة من الف. اذا العدد اللي قدامي عبارة عن 63، وعندي هنا 157، خدت التلات ارقام من بعض اقول اخر واحد فيهم اللي هو جزء من الف. اذا 157 جزء من الف، 63 صحيح و 157 جزء من الف. طيب تعالوا نشوف برضو الامثلة اللي هتساعدنا على فهم الموضوع او المفهوم بتاعنا اكتر. اول سؤال عندي بيقول لي القيمة المكانية للرقم خمسة في العدد اللي قدامك ده. العدد اللي قدامي ده عبارة عن 13 صحيح و 507 من الف. الخمسة هي دي في خانة ايه؟ قدام العلامة مباشرة هيبقى على طول الجزء من ايه؟ من عشرة، وبالتالي هختارها رقم به، الجزء من عشرة. دي القيمة المكانية بتاعت الخمسة بتاعتي اللي موجودة في مكان اسمه الجزء من عشرة، الاجزاء من عشرة. طيب تعال نشوف برضو مثال تاني. اذا كانت القيمة المكانية للرقم 8 هي جزء من الف، يعني مكانها هنا جزء من الف، وبالتالي عشان انطقها هقول ايه؟ قيمة الرقم هتبقى ايه؟ هتبقى 8 جزء من الف. احنا حتى في النطق بتاعنا بنقول اهو القيمة المكانية للرقم 8 هي جزء من الف، يبقى 8 من الف. مدام قلت 8 من الف يبقى الجزء من عشرة والجزء من مية فيهم اصفار، لكن الجزء من الف هو اللي فيه التمانية، وطبعا بطبيعته طالما ان مفيش عدد صحيح بحط الصفر في خانة الايه؟ الاحاد بتاعتي، اذا الرقم ده اللي هي الاجابة بتاعتي. طب نشوف برضو مسألة تانية. بيقول لي لو انا قلت لك عدد
4 وفاصلة. خد بالك من الفاصلة دي، هي الفاصل بين المجموعات بتاعتي. طيب 4 و56 جزءا من 1000، 56 جزء من 1000، 4 صحيح. طبعا الكل هنا نشوف الاول اللي فيه 4 صحيح، ده فيه 45 صحيح مش هناخده، ده فيه 56 صحيح مش هناخده، لكن هنا في 4 صحيح وهنا في 4 صحيح. اذا هبص للاثنين دول، هو بيقول لي 56 جزء من 1000، لاحظ ان دي رقمين اتنين بس تبقى جزء من 100، يبقى 56 جزء من 100 يبقى مش هي، اذا دي 56 جزء من 1000 لان في 3 ارقام قدام العلامه، يبقى الاجابه هي رقم ايه؟ الف. طيب تعال نشوف برضو حاجة تانية او مسألة تانية، القيمة المكانية للرقم 3 في العدد اللي قدامي ده. خدوا بالكم هنا وركزوا معايا شوية، الرقم 3 فين مكانه؟ هنا. يعني ايه هنا؟ يعني في العدد الصحيح، مش كده؟ طب طالما ان هو في العدد الصحيح يبقى احاد وعشرات ومئات، اذا مش موجود في الاجزاء، ده كل الكسر العشر اللي هنا كله اجزاء، يا اجزاء من 10، يا اجزاء من 100، اجزاء من 1000، على حسب اللي موجود عندي في السؤال بتاعي او في المسألة بتاعتي. اذا التلاتة هنا موجودة فين؟ موجودة في العدد الصحيح، يبقى في خانة الايه؟ العشرات، مش الجزء من 10، مش نمرة به، لا اخر واحدة اللي هي نمرة دال، اقول في خانة الايه؟ العشرات. القيمة المكانية للرقم 3 هي 3 عشرات، معايا؟ يعني خانة بتاعتها هي خانة العشرات بتاعتنا. مسألة تانية بيقول لي لو انا عندي 400 واضفت عليها 30 واضفت عليها 2 لغاية هنا، ده يبقى كام كده؟ يبقى 432، مش كده؟ طب وهضيف عليها ايه؟ 6 من 10، وهضيف عليها 7 من 100. لما حط 6 من 10 وحط 7 من 100 واجي اجمعهم مع بعض، يعني معلش هو يعني ممكن يكون خرج شوية عن المفهوم بتاعنا، لكن برضو مضمونه بفكر القيم المكانية اقدر اتعامل معاه واشتغل بيه. اذا العدد الصحيح عبارة عن 432، مين في 432؟ ما عدا الاخير ما هوش 432، التلاتة دول فيهم 432. طب الكسر العشر عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 اجزاء من 10، فاكرين 6 اجزاء من 10 اللي هي شرايط، ومعاهم 7 اجزاء من 100. 6 من 10 دول اللي الشرايط، 6 شرايط كل واحدة منهم فيها 10، يعني هيبقوا 60 من 100، مش كده؟ وهينضيف عليهم ايه؟ 7 من 100، اصبحت 67 من 100، يعني 432 صحيح و67 من 100، ودي هنلاقيها هي اول واحدة رقم الف هي الاجابة بتاعت المسألة بتاعتي. اذا وضح معانا المفهوم ببساطة من حيث القيمة المكانية وقيمة الرقم. طبعا في مفاهيم جاية كتير هتوضح اكتر بافكار مختلفة في حالات الجمع والطرح والضرب والقسمة وده كله. ما تنسوش حبايبي رابط موقعي مبدعون ده، بالإضافة لقناة الترم الثاني براعي المبدعة وقناة الترمين مع بعض معلم الرياضيات. كل الروابط دي هتلاقيها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، تضغط على أي واحدة منها بالإضافة لجروبي على الفيسبوك تنتقل إليه، ويسعدني أنك تدخل على موقعي مبدعون وتشوف فيه شرح الدروس كامل بفيديوهات كاملة مفصلة، ده بالإضافة للكتب والأدلة والكتب الخارجية والمراجعات، كل ده موجود على موقعي، بالإضافة لفيديوهات كرتونية جميلة جدا هتعجبك. في علامة الآي هتمر كل شوية برابط من الروابط، الرابط اللي انت محتاجه تضغط عليه بمجرد ما يظهر هتنتقل إليه على طول، ده بالإضافة برضو لصور شاشة النهاية اللي هتظهر لك هنا، الصورة المناسبة معاك لو محتاجها تضغط عليها تنتقل إلى القايمة بتاعتك اللي انت عايز تتفرج عليها. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا، وإلى اللقاء مع مفهوم تالي، مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.